السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ما أخبار اللاعبين المتربين من نصر الجزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية. نسلط الضوء اليوم على لاعب جديد صنع الحدث يوم أمس في الملاعب الفرنسية، وذلك بعد تألقه بشكل لافت للانتباه في افتتاح دوري الدرجة الثانية الفرنسية. وتعلق الأمر باللاعب رايان غريب لاعب نادي أسي دونكيكر الفرنسي. وقد تألق اللاعب غريب كما قلنا بشكل لافت للانتباه خلال المباراة التي جمعت نادي ضد نادي تروا، حيث تمكن من إهداء فريقه تعادل بطعم الفوز، حينما تمكن من تسجيل هدفين في مباراة انتهت بنتيجة هدفين في كل شبكة. وقد تم اختيار هذا اللاعب كأفضل لاعب في المباراة وتحصل على أعلى تنقيط بتنقيط 8.9/10. وللتذكير فإن هذا اللاعب من مواليد سنة 1999 بفرنسا، وصوله جزائرية من جهة الأب والأم. ولتذكير كذلك فإن اللاعب رايان غريب يلعب في منصب وسط ميدان هجومي، وبإمكانه اللعب كذلك في منصب صانع ألعاب. طوله 1.82 متر، يتقن اللعب بالرجل اليسرى. وقد تألق بشكل لافت للانتباه خلال الموسم الفارط، حينما شارك في 33 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 14 هدف. هذا التألق من اللاعب جعل منه يدخل دائرة اهتمامات العديد من النوادي التي تنشط بدور الدرجة الأولى والثانية الفرنسية، والتي ترى في الاستفادة من خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي. سلام.